إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن العودة القوية لاكتتابات حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية انضم معنا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ الأستاذ عبد العزيز خريص. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير أستاذ عبد العزيز. صباح النور، أهلا بالأستاذ ازدهار وأهلا بالأستاذ المشاهدين. نعم أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز. يعني قبل الدخول في يمكن تفاصيل آلية الحقوق، المستثمر أحيانا في السوق أصبح يسمع بعض المفاهيم والمصطلحات لكن ما يعرف معناها، يا ليت أنك أنت في البداية توضح لنا المعنى من حقوق الأولوية وكيف تحدث بالسوق. طيب، أول شيء أنا أحب أوضح للأستاذ المشاهدين أنه تداول قامت بتطوير نظام حقوق الأولوية في عام 2013، حيث كانت شركة ميسك هي تقريبا أول شركة يطبق عليها النظام المطور. نعم. النظام الجديد أو النظام المطور يتيح للمستثمرين الحق في الاكتتاب من عدمه، بحيث أن المستثمر يقيم الحقوق هل هي مناسبة أن يكتتب فيها ولا لا، عكس النظام القديم اللي كان يجبر المستثمرين على الاكتتاب. آلية الحقوق، عشان تبدأ آلية الحقوق لابد أن أول شيء الشركة المساهمة تقوم بعدة خطوات وعدة موافقات لابد أن تحصل عليها عشان تطرح الحقوق في الشاشة والتداول. نعم. أول شيء طبعا مجلس الإدارة يقوم بتوصية بزيادة رأس المال عبر حقوق الأولوية، ومن ثم يتم تعيين مثلا مستشار مالي ومداهي تغطية. حال اكتمال الملف تقوم الشركة برفع الملف إلى هيئة سوق المال. حال صدرت موافقة هيئة سوق المال تجي الخطوة اللي بعدها اللي هي موافقة الجمعيين العمومية، تحديدا موافقة المساهمين. حال انه المساهمين قاموا بالموافقة على عملية زيادة رأس المال وطرح الحقوق، خلاص يصير بعد كده تقوم الشركة بالتنسيق مع تداول بطرح الحقوق وتداولها في الشاشة. نعم. طيب يعني أستاذ عبد العزيز، يعني ودي كمان أسألك عشان الوقت، أسباب العودة القوية لنشاط اكتتابات حقوق الأولوية، يعني ما هي برأيك كما ذكرت خلال الفترة الماضية والفترة الحالية؟ شوف، بكل تأكيد هناك عدة أسباب تقوم الشركة بطلب زيادة رأس المال عبر الحقوق الأولوية. أبرزها طبعا هي تخفيض الخسائر المتراكمة. طبعا العمليه عاده الشركات اللي بتسوي بتقوم اول شيء بتخفيض راس المال، من ثم بتقوم بعمليه زياده راس المال. طبعا الهدف الرئيسي بيكون دعم المركز الشركه المالي وتوفير التمويل لزياده الطاقه التشغيليه للشركه ودعم نشاطها المستقبليه وعشان تتوسع بشكل عام. نعم. زي ما ذكرتوا انتوا في 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 بدايه التقرير انه الشركات تقريبا خلال هالسنه المساهمين ضخوا فيها حول 5 مليار وشوي زيادة رأس مال، كانت كلها جميعها عبر حقوق أولوية. طبعا هالشيء يستنزف المساهمين ويستنزف يعني يعطي 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 عدم ثقة للمساهمين حول حيال الشركة. نعم. كل 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 ما أقامت الشركة بزيادة رأس مالها لتخفيض الخسارة المتراكمة يعطي انطباع مثلا والله عدم ثقة من المستثمر تجاه الشركة. نعم، لكن أحيانا الشركة، يعني أستاذ عبد العزيز، يعني هناك يمكن يعني بعض المستثمرين يعني استغربوا، أنا مساهم في الشركة، الشركة مثلا كيف أحيانا ترغمني إنه أنا مثلا في حقوق الأولوية حتى مثلا إطفاء الخسائر علي كمان أنا كمستثمر، ليست على الشركة، كيف أنا أطفي خسائري كمستثمر؟ عملية إطفاء الخسائر بتكون طبعا هي بتكون عن طريق عمليتين، يعني عملية تخفيض رأس المال وعملية زيادة رأس المال. عملية تخفيض رأس المال هي عملية محاسبية بحيث انه يتم عكس بعض المبالغ من رأس المال الى 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 الخسائر المتراكمة. طبعا عكس 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 عملية زيادة رأس المال، زيادة رأس المال بيكون فيها اكتتاب وما اكتتاب حقوق أولوية، والمستثمرين في بعضهم مثلا يكون مشتري في سهم وما يكون عنده مبلغ الاكتتاب، فبالتالي انه ما حيقدر يكتتب. نعم. طيب سؤال عبد العزيز، نعم سؤال أستاذ عبد العزيز، يعني كمان خطر على بالي، هل هي الشركات الخاسرة فقط التي تسعى إلى عمليات مثلا الحقوق طرح الحقوق الأولوية هي خاسرة؟ غالبا نعم، ولكن ما هو شرط رئيسي. مثلا شركة الكثير قامت بزيادة رأس مالها قبل تقريبا شهرين، كانت بسبب توسع الأنشطة حقتها المستقبلية. طيب كيف ممكن يعرف اليوم أستاذ عبد العزيز إذا كانت هي خاسرة؟ طبعا بالرجوع إلى يعني تهيألي القوائم المالية، صحيح؟ طيب اليوم المالية. أنت ما تشوف أستاذ عبد العزيز أنه لدينا يعني مثلا عدم وعي، اليوم الكل بيدخل نتيجة للسمع، يعني السمعيين المتداولين اليوم والمستثمرين، اسمع أنه السهم الفلاني قبل فترة شاهدنا مثلا سهم الأسماك وهي الشركة مثلا تعتبر من الشركات الخاسرة. نعم صحيح.
موقع تداول في جميع المعلومات وفي جميع القوائم المالية الخاصة بالشركات، وفي صفحة خاصة بالخسارة المتراكمة. أنا أعتقد من وجهة نظري لابد أن المستثمر والمتداول يقرأ يعني بشكل دوري عن الخسارة المتراكمة، ويقرأ عن الشركة اللي يستثمر فيها عشان يتجنب مثلا إذا في خسارة متراكمة يتجنب عملية تخفيض رأس المال، يتجنب عملية زيادة رأس المال، وعشان لا يدخل في عملية الاكتتاب والاكتتاب والحقوق الأولوية. نعم صحيح. طيب السؤال الأخير أيضا أستاذ عبد العزيز، يعني هل تعتقد أن عملية الاكتتاب عن طريق الحقوق الأولوية تعتبر فرصة جيدة للشركات للحصول على سيولة سريعة؟ بكل تأكيد طبعا هي بتجيب سيولة سريعة للشركة، لكن بشكل عام فرصة ما هي جيدة، لأنه هذا شيء زي ما قلت لك يعكس عدم ثقة المستثمر حول الشركة، ويعطي انطباع للمستثمر إنه الشركة عندها مثلا ضعف في المركز المالي، وعندها ضعف في إدارة الشركة. نعم يعني الغريب أستاذ عبد العزيز، صحيح كلامك، يعني بالعكس أتفق معك في نفس يعني وجهة نظرك وهي الصحيح، لكن الأغلب اليوم نرى أن النزعة المضاربية متركزة حول الشركات بتكون يعني خسرانة، يعني فين القلق أو الخوف من قبل المستثمرين؟ يعني النزعة المضاربية عادة بتكون مرحلة مؤقتة، يعني موجودة سيولة في السوق، موجودة سيولة في الشركات. نعم. لكن بشكل عام أنا إذا اشتريت في شركة معينة وبكرة الشركة مثلا والله حققت خسارة متراكمة أو ارتفعت عندها خسارة متراكمة، سعر السهم يعني حيسجل عندي خسائر من راس مالي، بالتالي المضاربه ما حتكون فايده لي. نعم. خصوصا انه اللي بيتابع القوائم الماليه ممكن يعطي له انطباع مثلا من بدري والله ممكن مثلا الشركه تحقق ارباح ولا تحقق مثلا خسائر. نعم استاذ عبد العزيز، يعني هذه هي الاطلاله الاولى على قناتنا الاخباريه، شكرا لك. لكن ودنا طبعا الاغلب من متابعينك يعني يذكروك انك انت من اكثر يعني المهتمين بنشر الوعي الاستثماري، ودنا نصيحه اخيره قبل ما نختم نختم اللقاء. القراءة يعني موقع تداول، للأمانة موقع تداول فيه جميع المعلومات. أنا يمكن اللي بيتابعني جميع مصادر كلها من موقع تداول، ملف الشركة فيه كل شيء، فيه الهيستوري كامل للشركة، القوائم المالية، توزيع الأرباح، الخسائر المتراكمة، زيادة رأس المال، تخفيض رأس المال، ممكن بإمكانك حتى رقم الشركة موجود، أنت مثلا والله عندك استفسار ممكن تدخل موقع الشركة تتصل عليهم، موقع تداول موجود كل شيء. نعم. أدخل موقع التداول اتصفح وأقرأ وإن شاء الله بإذن الله تتجنب الخسائر. نعم. شكرا لك أستاذ عبد العزيز خريص، يعني شاكرين حضورك اليوم في قناة الإخبارية ومداخلتك الثرية، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.